السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. كيف حالكم؟ كيف انتو؟ اوه يا ربي، الدنيا تتوهي خارجة. الله بالمستعان. لا البحر الجماعة يقولون والله ابدا ما شي حر. انزين اللي يقول ابوي ابدا ما شي حر يظهر ابوي نص النهار، يظهر نص النهار يوم بعديه القايلة، يظهر ويشوف القايلة كيف قايلة. اللي بيعرف القايلة كيف قايلة يظهر القايلة، ما يندس ابوي في البيت ويقول وانه الدنيا براد والسنة غير عنك. لا والله السنة ابوي جايكم حر النقاص، جايكم هاللي يسمونه بعظيمين، هو اللي جاي السنة، هذا اللي جايكم السنة يخلي الدبش القايلة تضرب، هذا هو اللي جايكم السنة، جايكم هو عياله. لا تقولوا ما قلنا لكم. يلا مرحبا بهن يا روحه، ولا ان يهو عياله، ان يا روحه مرحبا وان يهو عياله، على ما قالوا هالكويت هم يا مرحبا. انما السربي غادي غير، ما غادي غير، هاي بلاده من الله خلقنا نحن ويداننا ويدان يداننا، فشتا برد اي فصل ربيع وفصل خريف، و يعني ويا القيض تقيض النخيل بعد ما استوى الحر بتاكلون خلال، ما يتشاهد الخلال ولا انك الخلال يفرحوا باول ما يطيح حب حبتين يتباشروا به، عقب ابوي يليمون يعقون للدبش. هنا انما اللي بيجي اللي يخلي النخل تقيض الحراره، وين ما يت الحراره ابوي ما كل ترطب، ولا ما يبرد يرطب ابوي برايه الحمان زانطه. لكن ابوي نحن نحب الهنباء ونحب الرطبه ونحب اللوميه ونحب ابوي ريحه الاسمن والتشيده وهذا كله ابوي ما يظهر الا يوم بتظهر به الشمس. بعد بلاد ما تدقها الشمس ايش خانته؟ بلاد ما تعقم ابوي ذراته وتعقم ابوي ساس بيوته الشمس والحروره، ها بتدود العرب والله، لا تدودون وانتم تمشون ويتناثر ويتحتحت الديدان من ينوبكم يلي تقولونه وان الشمس ما بزينه. لا والله لا زينه، لو شي حراره شي خوب وشي خراء، شي جنه وشي نار، شي ظله وشي ظليل، وشي بارد وفي الحمد لله. الحمد لله هذا حال الدنيا مستوت هب شي جديد، لكن الحر لا بد منه. اللي يقولوا انه ما بي حر هذا كذب، كذب من حبل مشى. هنا كذب من حبل مشى اللي يقول ما بي حر، ما بي، لا الله بي حر ابوي، بيي وبيك هو عياله بعد، ما بي روحه هو عياله. والله نحن احتمالية السنة تكون موجة الحر أخف وطأة عن وطأة السنين الماضية. كذبت، هذا أبوي إنسان ما بصاحي. لو بتي أبوي حر وطأة جت من قبل 20 سنة هم يرمسون هالرمسة، كل سنة تي أحر أنا اللي عقبها. هذا كان تبون النفط، النفط ابوي شو البلاد اللي ما فيها نفط ما يظهر، ما فيها عندهم حروره، اللي يظهر النفط ابوي هاي الحروره تذوب الليحان واللوث اللي تحت متدفن وتلوث وتذوب الحديد والرصاص وينصهر ويغلي بترول ويبيعونه ويصرفون عليكم على هاليتكم على بيوتكم على عندكم عتادكم. والحمد لله هاي مستويات الدنيا، هاي الكشره مال الاوليين والاطراف المحامل واطراف الخشب والمكاين الخربانه، ها كله ترى يدفنون تحت الارض وخلاف، يغدي بترول يدفنون ابوي تحت الارض وخلاف، مع مر السنين يدوع النخال والبسر هذا الخربان والحشف والتين المحشف واليابس والرمال المتفلج هاللي يعقونه في الكشره ودرامات الكشره هاللي مهزر الدنيا. هذا بوين شي يسوي هالعظام والأوادم والبشر والفطيس والحيتان وكل شيء في الدنيا العودة، هذا اللي ينفق ترى يدفن وتتراضف عليه الرمول وتتراضف عليه السنين وعخلافي قد يبوي بترول وتبيعه بوي البلادين ويصرفوا علينا نحن البنادمين. أنا شيء اعتقادي تحليلي أن البترولها بقايا شيء خطاف ولا من الوديان هل يتشل الحطبان والنخيل والأوادم والسيائر، ها وين يصير؟ يتبخر؟ ما يتبخر، هاي يندفن تحت الأرض. هي والله يلا بنا بسخلاف يا حفيظ. سلام عليكم. أهلين أهلين.
اهلين وسهلين بوستين على الخدين. هاي يوم نقولكم اليوم تحتها تحت العيش، اليوم دي تحت في قاعته او يسمونه مشخور. من يذهب الماش قلنا لكم شلوا الثلث خلوه حق الحشوه تحت، والثلثين شبوه ويا العيش. يوم مره بيشخلونه العيش، بينشغل العيش شبوا عليه وحاثوا حوثين وعقوا في المشخله جانس هو يا الماش، وهذا يخلونه ويا الحشو. خلاص تدراويناكم قبل. يا سلام يا سلام يا سلام، هذا ابوي من هريس من اللحم الجديد اللي امسات ماخذينه نحن. شو ايش قال حمت بيضه هب جايينك منها ولا الحمت السودة ولا شياته؟ هذه ايوه ورديه بيضه ورديه، هاي هذي. يا سلام يا سلام، هاي لحمتها نحن، اللهم لك الحمد. لا والله السنة الله وفقنا الحمد لله، كل سنة رب العالمين وفقنا، لكن السنة لحمة العيولة تبيع وتشتري في كل اللحم، في كل اللحم اللي من ديرنا نحن البيت ها، وسكننا حمن كم سنة حول 13 مسكننا البيت، كل سنة نأخذ عيولة. غير السنة عيولة اللي خدناهن غير نمون، يبيعون يشترون في كل عيولة، اللهم لك الحمد. لحمة بيضة وما فيها ريحة نهج ولا ريحه ولا دم ولا اي مذبوح وزاهب ومنظف لين بيتك، تصير تختاره انت، بغيت تختاره بعينك تصير المزرعه، او انه يندبون يصورون لك يا ويربون ويربونك رغمه، يودون يذبحونه قدامك ويقصبونه ويقطعونه بالطريقه اللي انت تباها. كل شيء تباه يستوي، كل شيء تباه، تباه حي وصلوه لين عندك بغيته اللي تباه. في مصور لنا اللحم ساعة الصبح، يوم يغسلون اللحم الفجر، صلوا الفجر وسلوا اللحم، تم تصوره صوره وانتهت غسله. هذا وهوني احب نحط لكم صورته ان شاء الله. عليكم الخاري ل 36 هذا تونا في الحمد، هل يقولون حر وحر تو الحمد، هذا تونا الحمد، وينكم وين؟ كم جزو بجزو باجي 30 جزو لين تختمون، لين يظهر سهيل هاك وقت الختمة. وينكم الحين 36 بعكبوا ليه بيجيك 46 يا سلام سلم، وبتوصل 50 وبتوصل لين 56 56 عاي هاك اللي فيه هو شاب البرازي عجم شيراز. نعم على ما قالوا هالباطن، وصف من وصوف هالباطن، هي نعم اللي فيه هو شاب هاي الساعة البرازي يا عجم شيراز، هاك الوقت ما بالحينه هبالحينه، هذاك الوقت اللي فيه حيل وقوه هاي الساعه يصير شرق. على فكره ترى ما يطيب، انا اروح عن نفسي ما يطيب لي البحر والسير واليي الا في الحر، تعيبني سيره البحور وتعيبني معامات الحول واليزر متى في عز الحر، ويوم بتقيض الخصابه، يوم بتقيض الخصابة هاي الساعة قبل ما يظهر سيل 20-15 يوم تقيض، تبتدي تبشر للهلالية والخصابة عش بربر جدام بربر جدام بربر جدام. هذا وقت ابوي اللي بيت مريا يقول احنا نسير وني ولا لا 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 يلا نرمس خلاص. السلام عليكم، صباح الخير بابا، هذا لهم جديد كما اللي ما ولي جي لهم ملازل. اوكي ما شاء الله زين، نمبر وان مية مية لهم ملازل مية مية ما شاء الله. هذا كما اللي ما ولي جي انا سوي حارس كل يوم، سوي حارس ما شاء الله، حارس يجي واجد هلو واجد زين. اوكي السلام عليكم بابا، بابا شوف هذا اللحم ما شاء الله زين 100 نمبر 1 شوف هارس كيف نمو نيجي عبيات اللي ما فيها لاس، بس شوف كيف نمو نيجي عبيات. اوكي بعدين هلاس انا عبور. اوكي خالد الخالد يا ابو محمد الورد، هذين العجلين اللي قلت عليهم المجموعة الثانية، لأن أنت أخذت المجموعة الأولى الأسبوع الماضي
هاي الرقم 3 و4. هسه احنا نزلك ياهن ونوديهن الى مسلخ ابو ظبي الالي حتى اليوم يفحصوهن، بكره يذبحوهن، وبعد بكره نستلم اللحم نوديهن الى ملحمه ومشاير رواب الخير بالخالديه ابو ظبي حتى نقطع لك ياهن مثل المره الماضيه ان شاء الله، وفي ميزان حسناتك يا ابو محمد الورد. صعد واحد، هذا الميزان 00، هذا العجل رقم 3. كم رقم العجل؟ M1008. سكر الباب. هذا 320 تقريبا، 320. يلا صعد هذا، صعد. يلا صعد لي السيارة حتى تروح سيارة توكل بالله إلى مسلخ أبو ظبي الآلي. الله يحفظكم، هاي زيارة تفقدية. نشوف إنجازات شامبي شو سوى من عقب الوقعة البارحية. ما بوقعة ولا بفتنة ولا بهزبة، يعني لفت انتباه، لفت انتباه. اي والله الحمد لله الامور طيبه وكل شيء زين. ها نظف الدنيا وراض منها الارض ومعدل ومزين. ها رقم 1. والتفقديه هايت حي وحاي وبيع مسابيح. يينا نطالع المكان اذا انه يحتاج رشه ثانيه الظهر الحين الساعه 3:30 ولا لا. طلع المكان ما يحتاج. شو السبب؟ البقعة مرشوش الساعة 11 وفيها رطوبة، فلذلك المكان أبوي ما يحتاج زود رش. فالحمد لله مثل ما تشوفون شيء رطوبة في المكان، المكان رطب. كثرة الرطوبة بعد ترى تضر الزراعة. هو مبدأ حق ولا محق؟ لازم بين البينين، بين البينين وايد ضروري الاعتدال، الاعتدال وايد ضروري. نحمد مثل ما خبرناكم ان شاء الله بكره ولا ورا بكره بنربيكم الدواء اللي هو يخوز الملوحه من الارض عن بكره ابيها، يخلي ارضك، ارضك الزراعيه اللي في بيتك. شفتوا الطمي اللي في يظهر في اطراف دجله والفرات والنيل والسودان؟ هالنمو غادي ارضك تربك. والسب شو منتج بنرويكم عنه، بخبركم عنه، شيء بسيط والناس كلها تستعمله، يا غير 90% من البشر ما يعرفونه، اللي هو يخوز يخف. ها هذا نحن من عقب ما استعماله، وهذا قبل، هذا قبل الاستعمال. شو ايش قال الورق؟ هذا كله من الاملاح اللي في التربه. فلقطنا الدواء بفضل من الله سبحانه وتعالى ونعتنه لي حمد البيرق، قال لي ابو محمد هذا يخوز ويخفف نسبة الملوحة في الأرض ويخلي التربة فيها تفكك ويدخلها النيتروجين. تتنسخ الشيارة من العروق الورق، فلذلك أبوي لازم تستعملوا الشيء هذا. من تمين نستعمل الحمد لله، وأتري إن شاء الله بكرة ولا ورا بكرة إن شاء الله والأمور بتتيسر أول الله. شو هذا الورق الأولي؟ هذا الورق الأولي، هذا اللي فيه متشرب من الملوحة. ها ها تحرى صافي مقلع. الكل منكم الجميع لازم يتأكد إذا أني بجيب لكم خبر عن زراعة راح يكون من يا مصدري خبرة وخبير، أني أنا مجرب والخبر جايبنه من خبير، يعني مش جايبنه من إنسان قنبو عبود هذا كل يوم من ربط صبعه نعتوله هدوء. لا تأكدوا انه راح يكون 100%. الزاق مبوت. اي والله الحمد لله على كل حال الامور طيبه وكل شيء زين. ترى ماشي هني الحين تشوفوا لانك انت مرشش التربه، فالارض تشوفها فيها لدون شويه، وبين الزراعه تانس. شفتوا الجو الاستوائي، الجو اللي في الهند وفي تايلند هنمون الحين الجو هني في المكان هذا. فلذلك تلقط الورقه ما تيها الحفوفه، وهذا مش مكلف ابدا، بسيط. ها
هاي شفت البنادل هالبيبات اللي فوق فيه النقاط هذا، هاي حتى 500 درهم ما كلفن حق البيت كامل، ترى رخيص هذا. الألف متر ما يندرها بكم، نسيت عاد ما اتذكر، لكن وايد رخيص، رخيص فوق ما تتخيلون. اي والله الحمد لله رب العالمين. هاي كذا هلكت والله العام، هلكت ابدا، هلكت شيء بسيط عن تنعق، لكن الحمد لله رب العالمين، فضل من الله سبحانه وتعالى، تيسرت الامور والله تبوي بالورق الزين والحمد لله اوضاعها زينه. السنه على ثمره ما شيء، هاي تدرون تحيدون العام صور لكم اياها انا، هاي ثمرها بنفسجي، كان ربكم خلقكم شفتوا همبة لون بنفسجي. ان شاء الله الحين بدوره في الصور ان شاء الله اني القطه اللون، لون الثمره تغذي بنفسجيه، شفتوا هاللون، هاللون تغذي، لكن اقوى نيلي. العام صورنا ان شاء الله اني بحاول اني القط صورها مات العام. السنه ما شيء، ما تفحصنا التربه شفنا المكان كامل، اني يبغي لي شغل البخاخات. هذا عندي انا، ليش انا شغل البخاخات؟ لان نوع الهمبه اللي انا زارعنا ما بهمبه الدار، همبه خارجي، ها كل ما الخارج الهمبه خارجي، ها اللي انا زارعنا، فلذلك يبالي شويه ندى، فهاي انسب طريقه للندى، في مليون طريقه، لكن هاي اللي انا والمتني وسعرها والمني. زين ما بهذا موضوعنا، انا جاي اتطقس ان هل ان نكتفي بالاول، انا مسوي رشتين، رش الساعه 3 ورش الساعه 11 الضحى، فالحين تسدنا ابوي رشه واحده اللي هي رشه بخليها رشه الساعه 12 الظهر، رشه الساعه 12 الظهر تغدي التربه لدنه والمكان مناسب وفيه رطوبه وتسد مره واحده لين شهر 8. شهر 8، شهر 8 بنخليه يسوون في اليوم رشتين، رشه الساعه 12 11، الرشه الثانيه الساعه 2 الظهر، واحده الساعه 11 واحده 2 الظهر، كل واحده منهم 5 دقائق، كل واحده منهم ما يصرف حتى 30 40 قالون او 100 قالون، 200 قالون نفاد، ما راح يكون زياده، ما راح يكون وايد ولا راح يكون مكلف، اللهم لك الحمد، راح يكون شيء زين وايجابي وينفع الشير اول الله، والنافع الله شيء طبيعي يعني. لكن الانسان كثر ما تقدر انك انت تهتم في حلالك، حسب ما يغدي تتعب وتزرع وتصرف وتتكسر وتتيبر ويصير عقب عمامش. لا والله شو هذا كله، اللهم لك الحمد، الحين شو هالغل الورق الجديد هذا كله من عقب ما استعمل الدواء، هاي خبرناكم عنه ان شاء الله. ها شوف ما شاء الله، هاي الحنباه البنمية، هاي من بنمة، القورة هذه نوعيتها من بنمة، فصيلتها شيء عجبة العجاب. هذه ابوي الانواع الزراعة والهنبة وانواع وين يبوي كله نعتنا اهلي البيرق الله يحفظه ويزاه الله خير وبارك الله فيه، فيه وفي عياله وفي حلاله وماله ما شاء الله عليه. فلذلك يعني تلقطني مولم يوم عندي سؤال ولا شيء ياتين، فانا مبوني اعرف كل اغلب المواضيع، لكن ساعات كي يطمئن قلبي اتصل في البيرق ويخبرني يوجهني، لانه هو اللي عنده اشياء دراسيه مال دراسه، انا اللي عندي مال خبره مال حياتي اللي انا عايش بها يعني من استويت. اوه رشيد السلام عليكم، وين؟ ما حد يسري خطف الا بغامت عليه. وين جاي؟ ودي واحد طلبيه. هي بطين؟ طلبيه كبير صغير؟ هذا اريد واحد بس. هي بزار ما ابغى؟ اعطوك فلوس سيدي ولا شي بخشيش؟ لا اعطاك بخشيش بعد؟ لا ما يبغى. احسن. الحمد لله، ثانك يو. بارك الله فيك. نرد الله يحفظكم الى مربط الفرس. المشروع البارحي اللي نحن جينا وتعينينا وسرنا من العاصمه الحبيبه الى دبي دار الحي دانت الدنيا. ميلينيوم بنغاطي ريزيدنت، هاللي جيناه البارحه، الحين حطيت لكم صوره البرج اللي نحن البارحه زرناه. هذا البرج الوحيد اللي فيه شقق سكنيه وخدمه فندقيه للبيع. هذا هو الوحيد، ما شيء غيره متوفر حاليا، هذا هو باقي شيء، لكن
الحول الحايل عقب سنتين عقب ثلاث الله اعلم، لكن المتوفر حاليا وجاهز لل لل للبيع هذا هو. ابتاعا من كميه الشقق 80% والهتمات فقط 20. العرض كان وما زال ساري من البارحه واليوم وبكره. عرضهم كان مؤقت، ترى الويكند طاف يوم حباجي اليوم وبكره. العرض كان اذا اخذت شقه وحده الخصم 5%، اذا اخذت شقتين الخصم 10%، ان اخذت ثلاث 15%. في حال بتصير انت واخوك واختك او انت وامك وابوك كل واحد 5 10 15، نعمه 5 و5 و15 مرتين 5500 درهم الدفعات الشهريه، وما شيء رسوم لا للعقار ولا شيء رسوم للتسجيل ولا شيء، تفتك من الصدع والديانه 5500 درهم، وتبتدي الاسعار من 600,000 650 يا بلاش. احط لكم الله يحفظكم ارقام التواصل ومكان العرض، هذا كله الحين بحطها لكم، وبحط بعد صوره الاساسات البارحه يوم صورت انا هاجد نشن ثلاث ادوار فوق الارض، فوق الارض على مستوى تحت الارض ثلاث ادوار، وبين الشب على ثلاث ادوار فوق الارض، المجموع الباركنات 6 ادوار، وباداره ميلينيوم الخدمات فندق ميلينيوم، شركه ميلينيوم هاي من اجمل واحسن الشركات العالميه، هي اللي تشرف على الخدمات للي يبى للي يرغب. المبنى يسمونه المبنى البرتقالي الاورنج، كل مبانيهم شركة بن غاطي يختارون لون البرتقالي، لون جميل زاهي قائم مثل ما تشوفون، ها دق الحديد وهو حامي، ما شيء رمسة لسان يعني بيستوي، لا هذا قائم قائم ترخيص وعمال وساير وياي وحركة وغادي المكان خلية نحل قرقع وقرقع وقرقع وقرقع. فلذلك إن شاء الله نحب نسير المكتب عندهم وبنرويكم المجسم وبنتكلم وبنشرح لكم عن البنت وبنت البنت إن شاء الله. ميلينيوم بن غاطي ريزيدنت، هذا المشروع اللي ميزه واللي خلاني أنا عني من بوظبي لين دبي، إنه تحت إشراف شركة ميلينيوم، شركة الفندقية المعروفة 5 نجوم، الخدمات فندقية لكن الشقق سكنية، مش شقق فندقية سكنية، لا الإدارة شركة فندقية. شو الغريب فيكم؟ شوف انكم انتم متشريني مع الاشياء، نعم. انتم الشباب الوحيدين المتشرين. عاده نحن نتشرى، شوف وعادة كل الشباب اللي نشوفهم ما حد شال شيء، كلهم بس اللي يدزون نحن نتشرى ونهدي ويهدونا بعد. يا تستاهل كفو، هذا منو بالله عليك؟ مبارك من عبد الله كبير. والله والنعم. انا ناصر اخوه. والله والنعم. هذا عامر. والله والنعم. هذا غني على التعريف وتوبيت. هب العود هذا عاد. مرحبا مرحبا يا ابو محمد. يا شعلومك شو سويت شو ما سويت؟ الحين اروح اشغل ماي. لا الحين لا تشغل ماي. خلاص. لا ادري الحين كنسل. ما يشغل بس واحد مره. الساعة 12 صلي خلاص الظهر شغل الماي لمدة سيم تيمها 10 دقيقة وبس بند واحد مرة لين بعد واحد شهر شهر 7 شغل تنين مرة، واحد مرة الساعة 11 واحد مرة الساعة 3. زين شكرا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايوه جالس تحين الهريسه، طع يوم اقول لكم اللي عدل الهريسه للحمه يوم الحمه تعيل طيب الهريسه طيب رقم واحد في بالاخص من اتيها الحمه العيل. اشد طعم الساقه راولي الساقه ما يبقى انا ايوه الفقله ما يقديمها من الخرس متقابضه ساقه ويغدي متقابض ما يغدي ما يغدي الفغله بفغلته ساقه يغدي يطيح فغل كل فغله روحها
كل فغلة روحها ما يغدي روحها. شرات الماء اللي شرات الماء هذاك الساقة وخربان ولا هذا لازم يغدي. شرات الحلوى شرات الحلوى يطيح يزم. شفتوا يزمة الحمل هالنمو هاي شو ها ما بنحطوا الفرش لا لازم في حبة جاسي شوي بعد يشيخ ويطيب. أيوة أضرب ما تضرب أضرب ما تضرب. عاش 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 سواقنا ورد ورد شاء الله يوصلنا ويرد. سواقنا ورد ورد شاء الله يوصلنا ويرد. هذا أبوي نشيد الأول عند هالبحرين. هالبحرين يوم عيالهم يصيرون يودوهم المدارس الدريولية غنوا عاد العيال. سواقنا ورد ورد شاء الله يوصلنا ويرد. ما فاتنا وعليه لا يدلعون الدريول. سواقنا ورد ورد إن شاء الله يوصلنا ويرد. شو السبب؟ من كثر طيبتهم هالبحرين كثر ما هم طيبين وخيار يدلعون حتى الدريولية يدلعونهم يبزونهم يغنون عليهم. وغنى عندهم غنى عندهم حتى على الشير البحرين يغنون حتى على الشير. بس غاية حفل ريدي ثانك يو يما الحناية وين انتي مينول؟ السلام عليكم هاو ار يو. تلايال مشغول هذا تلايال مشغول هاي حشوته عيبني في الحشوة يوم تي فيه شوية علاقة وطراف الدجاج يلحقها شوية حريج. يا سلام شغلي. شكرا حفيظ ثانك يو. السلام عليكم كيف حالك؟ ما خبرتني شو اسمك؟ شو اسمك؟ رياض. رياض من؟ رياض وليد. وين زايد عيال؟ زايد بالبيت يا بيت. وين بيتهم؟ ما عندي إشارة. إيه مني يدت شو اسمها؟ يدت شو اسمها؟ سلم علي يدت زين؟ اسمك؟ أيوة يا أيوة. أقول لكم هريسة اللي عليها رضوان من الله تتقاود. هذه هريسة اللي يقولون عنها تتقاود. يلا يلا شر. كيف تغدي ما تغدي هريسة بيضة؟ الحب نظيف والحمى بيضة الحمى تعيل. ولازم تغدي بوي بميطي وميطك ومنظف ومعدل ومخدوم زين ما زين. شكرا مطوع. هاي بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. هذا الحين وقت الخروج من البيت واخذ الخروج من البيت الظاهرة الخروج على اساس انه يعني الغاء عربي فصحى وقت الظاهرة والتمشي حين ولا ويعني والمعامة اللي هي رياضة يعني عبارة حبشبه رياضة. السلام عليكم. عليكم. ايش حالك؟ الحمد لله. كيف انت؟ شو اسمك؟ شمسة. شمسة ما زينك. شو اسمه بابا؟ بس اسمه بويه؟ شو اسمي انا شو اسمي؟ بويه سالم. الله يحفظك يحفظك ربي ان شاء الله. مرحبا ايش حالك؟ هلا هلا الحمد لله وخير نعمه. ارحبا بالزين. مرحبا بالزين. ايش حالك؟ مساك بخير. ايه من زمان ما شفناك. سلمي علي الدوم ما ينزل. سلمي علي الدوم. قول ان شاء الله. ترى هاي اللي تشوفه كله بين الفرجان في الشوارع الرئيسية خاري لا ها كل هالزين وهالعدال هذا شو كله بالفرجان. هذا بعد شيء مسوي ممشى هناك الطرف هذاك هذا ممشى للي بيسوي رياضة يا كلها في مدينة محمد بن زايد ما شاء الله. السلام عليكم كيف حالكم؟ كلن يكتب وكلن يفتي وكلن يظهر رمسه.
الا المشي ما بزين وانت صايم، الا المشي غايته عقب الفطور بساعتين. الا قال ابوي الحديد هاك اللي بيسوي شيل اوزان عقب الفطور بساعتين ثلاث ساعات ما عليه، لكن يوم بتمشي على معده فاضيه بعيد اخير لك، بعيد اخير لك. انا في رايي انا وراي الواد من غير والله ما كل حد ويد اللي بدلوه، كل حد يرمس والحد يقول، وكل حد ما شاء الله غادي دكتور ورياضي وفيلسوف. هي والله معك. اقول لك الحصى حصات الخراريف خطفته لان هندي مرتكز عليها عايض. جايتني دعوه ابوي من عند هالصور اني احضر ابوي صور ويكشتوني بيودوني مصير وما بيخلون بقعه ما بيودوني. خبروني كمان. هي بنسير ان شاء الله، ان شاء الله عقب العيد قبل ما تتزرات عقب العيد من اي من تايلند ان شاء الله بستعزم. بس ان شاء الله ان شاء الله. وهم بعد عندهم مناسبه عرس، لكنك انا خبرتهم قلت ام محمد في فين كان العيد. هي نعم بكم مش موجود، لا العرس هب حاضر انه ما بي واحيلي كله ولا صلاح. صلاح صلاح بيموت بسيرة تايلند. يا حليل عايض سلم على اهلك الصغار والكبار. شاء مشكور يا ابو مبارك، مشكور يا ابو مبارك على الوصل. عفوا يا ابو محمد. يلا على خير. 6 الا 7 الا ربع الحينه. ايه يلا يلا سر ودي تسبح. ايوه الحين الحينه اشوفك. سلام عليك. السلام عليكم. ابوي غزبنا الحين انا والمهندسية ابراهيم سرنا ابوي ابطينا نمشي فسرنا بعيد ابوي. سياره المهندس ياني عند المدرسه وخيبه طلعت بودنا. هاب يا خالدي جم وجم. يا ما احس عليك الا رمسه. بعد تصورني؟ يا ويلك. زين فاقول لكم الحين سايرين اذا الله جعلهم الحين وصل ابو ابراهيم سيارته ومن هناك بكمل سيري جده بيثنا. الله يطول بعمرك. انتم ايراننا؟ مره. اللي ما ذوق حسن. مره واحده طال عمرك. مرحبا والله مليون مرحبا ولا يسدد. ركب هالحصى طالعك بعد شو مره هذول يدتي خالد شو بابا الحصى تبي تبارك فيها. لا هاي عد عليها الخاريف. نزل الجامع. يلا شكرا. الله يحفظك. مع السلامه. مشكورين يا شباب. الله يحفظكم. انا الله يسلمكم. امشي وصرت كذا نرمس ويا الخبير المهندس منهل وخطفت المدة ونحن نمشي بين البيوت ولا عرفت الشرق من الغرب وين المدرسة. أقول لجدام هو كان في دلمة مو ساري يأخذ أغراض حق فريجة. تعال نسيت أقولكم اليوم إن شاء الله عقب الفطور بنسير دبي وممسانة بيكون طول أبوي في دبي مول. بنتمشى بنعرعر في دبي مول من أول إلى آخره. ما بنظهر ليوم بنحيدهم سكروا البيبان. يوم بيقولون سكرنا البيبان آخر ناس أنتم موجودين بنظهر. نعم اليوم هذا في احتمال نسير بعد على العرب نتسحر عندهم. العلم عند الله ما ادري بالشور عند هلال وبن محمد ومحمد حسين الخوري هم ابوي اللي عندهم الشور. انا ابوي ساير ابوي المره هذه عبري ان شاء الله اذا الله جعلنا من الحيين بيكون اللي بيوني عقب المغرب او ان صلينا العشاء ان شاء الله التراويح ان شاء الله بصلي في دبي في دبي او ان صلينا قبل ما نظهر. العلم عند الله لكن ان شاء الله قبل الساعة 10 10 10 وربع 10 وثلث بنكون في دبي مول وبنتمشى لين هذا من هلال ومحمد حسين وخالد بن احمد اللي هو انا ومهندس منهل وهذا بيتنا. وصلنا ها الله العظيم انا مشكلة. هي والله هذا بيتنا ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا قلت لكم كم يرتفع يعني شيء بعد فوق. مساك الله بالخير يا ابو محمد ايش حالك اليوم؟ رياضتنا على البحر في منطقة الشليلة بحر الشاليهات. يا مرحبا السائح. Thank you.
كيف محمد؟ المراد ابوي يا والجماعه واحنا مستلين في حفظ الله ورعايته. هل نحن مضعت حينه وين اي مكان حينه؟ يمكن دون الشهامه. انزين انا حين وتفيزر ورا وياي مهندس منهل ياسين تفنيل ودلتنا عندنا وهالجماعه. هذا ابو محمد قدام. مرحبا وسهلا. مرحبا ابو محمد. بس هذا اللي قاصر هي والله بخبرك والله هي اللي يلسوا ورا يتسوى وتستاهل. شو فتحت انت قدامك؟ شو هذا؟ منو انا؟ هذا الفلاش. روح تبطل. ابو كرسي او شيء. روح مليون دقمه. ها ابو خالد صدق جاي خلنا نطالعك. يا سلام. هلا هلا بالورد. يا ربي ما زيني ما شاء الله علي. يا الله يا ابو تحفظني. محمد كم باقي لنا الحين عن وصل؟ وصلنا ابو محمد تقريبا. وين وصلنا؟ باقي اجزه او اجزتين. ما شاء الله دبي منوره. دبي يا ابوك رابشت من سوة الدنيا ابو محمد من اليوم. كل شيء فيها فنان. الله يزيدها ان شاء الله. امين يا رب العالمين. اليوم ابو محمد انت لو ما صبت الهدف في شيء لو نحن سايرين وفاطرين في دبي. وعقب الفطور صلينا العشاء وين؟ ام القيوين. ام القيوين. انا والله في خاطري اني ازور الشيخ عبد الله. اي والله. المعلى الله يطول في عمره. امين ان شاء الله. واخواني هناك الشيوخ. بس انا واصلين متاخرين، متى بنوصل برضه؟ لا ما بي لك ان شاء الله بنقوم بزياره خاصه لهم. اكيد يبالها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. محتاج العين وراشد. نعم. ربك يقدم لك الخير ان شاء الله قريب ان شاء الله. قبل ليش ما نصير في العشر الاواخر؟ زين الساعه المباركه عقب اسبوع ولا خمسة ايام بنسير جداهم. نعم كان في لندن هو بس هو هنا موجود. ان شاء الله ان شاء الله. الله على كل ما ندخل الا الباب هذا. لحسب ترى الباب هذا ما يحضرني اظني ما باب الازياء. لحسم هذا الباب. زين ابراهيم كيف الحال؟ علومك؟ شو الاخبار؟ الامور طيبه؟ كل شيء زين؟ اهلين اهلين والله اهلين. ها؟ شو يتريح حين الحبيب؟ ابو خالد شو يتريح حين هلال؟ ساعة؟ يسوي مسكين سيارة جديدة قايم عليها. الله أكبر. بتجدبكم أنا أبويا. أبو خالد. أنا أبو خالد. هل تتوقع إني أنا ما أعرف الرجال؟ يمكن ما أعرف. كيف يعني؟ شبابه ما لحقت عليه أنت. أيام مدينة زايد. يا رجال هذا فر عني. لا حرام. هذا ويا قوم جعفر صالح. شباب أنا. يا لا يا رجال هذا ويا محمد عبد الخالق. محمد ابو خالد اكبر عني. يا ربي ما كذب. ابوك جعفر انت؟ احمد بن جعفر. اي هذا ابو احمد بن جعفر من اجدم الكمباني اللي فيك في مدينه زايد. لكن عفان الله هذا ما غدا كمباني من الكبار. لا لا هذا مطوع قبل طريق الطوع. اهلين ابو محمد. اهلين وسهلين. شفت والله عليك العالم؟ شفت العالم؟ اي ما شاء الله. مو المنزور لين عينه. ما تبغى؟ لا بس علي. كم انت شو اخذت عينه؟ اخذت هذا ها. ترابل؟ ترابل سبريسو. يلا يلا يفتشت مسامير الراس. اي نعم الدنيا كلها فيا. الله يطول عمرك. يوم يصير المول. الله يحفظك. القاضي. نعم يصير المول هذا شيء وايد. والله طال عمرك اليوم جاي ينقشت ويا العائله. زين ما تسوي الا الزين. الله يحفظك. كيف حالك؟ الله يستر. الله يستر. انت ما بالله العيال جاي انت ويا العيال. نعم نعم جاي ويا الحرمه والعيال وهذا. ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. اول والله ما اول مره اظهر في رمضان والله ما شوف ما. انت. اي نعم. الله يسلمك. فرصه سعيده استاذ خالد والله يحفظ لك عيالك وبنياتك واحفادك. الله يحفظك. يخليهم ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. فرصه سعيده. غاضي وجميل وفنان. الله يحفظك. الله يحفظك. عينك الحلوه والله. الله يطول. غاضي خفيف طينه. نعم نعم. بعد يزيد الزيت زين. والله يا اخوي نحن تعرف انت مثلك مال الاول بعد. هي قلوبنا طيبه. الحمد لله. هي قلوبنا طيبه. الحمد لله. الله يحفظك ان شاء الله. فرصه سعيده. الله يحفظك. بترمس انا ما بكنسلها صورتك. اول بالي شو اسمك؟ مي. مي يا ربي مي وين طحتي بهالاسم؟ منو مسمنك مي؟ امك لو ابوك؟ امي. هي انا قلت. الله يحفظك. هذا سعيد بن خالد ولدي.
هذا آخر قبل آخر العنقود. وين الابتسامة؟ هاي قاعد تصورني. يلا باي. قول اسمك. مراح الحمودي. إنزين وين نعم؟ وليه وين الابتسامة؟ وين التشيز؟ موجودة. وين قول تشيز؟ تشيز. بسم الله عليك. دوم هدبي أبوكم دوم هدبي مول يجمع اللوادم كلها والحبايب والشد الناس الزينة دوم الله يجمع ابنه يا العرب طيبة وين ما تصير. وهذا الحين هالريال ها هذا اللي تشوفونه هذا أبوي شبيب الدرمكي هذا شبيب الدرمكي العام متلاقي عام الأول عام الأول جايين هنا البيت سحور هي تسحر عندهم والسنة بعد لقطنا تلاقفنا أبوي في دبي مول ويا هالويوه الطيبة أبو محمد هلال بن هلال بن محمد القبيسي والحبيب إيه زين الحين أنت تقول لي دوم أنا صورة كل ما بمبتسم دوم مبتسم ما بمبتسم دوم اليوم مخيس إنه واليوم اليوم لا والله منور اليوم وردة وردة ما شاء الله عليه هذا بيظهر انت تبي تظهره نعم مره ابويا بنظهر وياك لا الحين هذا ريال بيعك هذا تبي تظهره فسره من الريال ما اشتراني بس اسمك انت ابوي يونس الحاني يا رك الله يا رك الله يا طنحاني انت ابوي مال عمل قريشي ابوي من دبي ما شاء الله عليك تبارك الله الله يحفظك الله يحفظك ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يحفظك ما تفترى اسمك انت يلا بعد حبيب ابوي اسمك ايش علي حاضرين وبهالمقوله اللي يقول لك اللي مضيعتنا همه بيلقطه في هالمكان ابوي الحين اللي مضيعتنا همه بيلقطون في دبي مول اول مره اشوف ازدحام الى هالدرجه زحمه 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 تحر ايام عيد والاخص هناك في المكان امه لا اله الا الله سمعتوا يقول لك امه الثقلين هي موجوده حاليا في دبي في دبي مول بالذات في دبي مول تحرى اللواد وكلها حد قال لهم ابوي يجسمون بيزات في دبي مول هي والله من كثرها العرب في كل ادوار ما بدأ الدور عن الثاني يختلف عن الثاني في الادوار كلها ابوي ها مو طبيعي يعني في دعاه الرحمن يا شبيب الله ييسر امورك ويحافظك رد السلام على عمرك وعلى كل من يعز عليك مليار مرحبا والله لك تروم تصير عند لادوري ما تروم ابوي من خلق الله ما خلق سيدات العالم سيدات العرب عند لادوري ما تروم اللي خاري تريون اكثر على داخل لكن دورك عدل ابوي ما يبه اي وحين رقم واحد منور ابو محمد كيف حالك كيف انت تمام شو اسمك انت علي علي من هل وين انت علي من دبي اي ادري من وين اي فريج اخوانيك ايوه ما شاء الله عليك تصير جلال مزهر ولا لا مزهر فنان وعدالكم تصير اي بس يعني ما صنصت صنصت هي زين محمد خوري من بلبي والله مليون من عقب انت خالد العبدور النسيب ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليكم الله يحفظكم مبسوطين نعم شفت الزحمه والله عليك مكثر وايد والله منورنا طال الله يسلم احسن ما في دبي مول انك تلقط العرب كلها أمم ما اسكت انت هوني ما اصبر الحين هذا منو اقول لك هذا ايه شو اقول له منو منصور هذا مطار وهذا علي وانت انا عبيد وهذا ما اخذ قرطاسه خاليه كرت هذا تبي طالعت لي ما اخذت انها كلها فاضي ما في ولا اي شيء بس كي سامان دي قلنا وينها متشاريه ما شاء الله عليه لا هذا ما اريد انا زين الحين شو انت من هالوين من الشارج ما شاء الله وحده انت ما تبارك الرحمن دو طعف مو حاق واحد محتاس هذا الحين هنيعت ويانا مطعم عدو مطعم في الدور الاول كنا هذا ها يسمونه مصطفى هذا غنينا عليه مصطفى يا مصطفى انا احبك يا مصطفى هذا في المطعم هذا عاد شو اسم المطعم ما اعرفه وانا حمد شاهدين هذا الخبير وخالد ومحمد جنابي ما شاء الله عليه زين ابو محمد شو الاخبار شو العلوم شفت دبي مول اليوم شو غادي زحمه زحمه يريف 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 ملتج لين عينه لكن شفت حد شاف قرطاس ولا خريطه
كله مشتري. ها طالع مشتري. وين هي والله؟ الناس كله مشتري. هي والله. عبيلهم يصيحون بالمال يقولون ما عندهم بيزات. الناس الحمد لله تشتري. بس أنت اللي ما اشتريت. بغيناك تشتري. ما تهون علي البيزة. لا والله سوي سؤال مبخي.